وللتعرف على المؤتمر ودور المرأة العراقية في الحراك الثوري والمجتمعي في البلاد ومدى الاستفادة من التجارب في قيادة الحراك في المنطقة، معنا من أنقرة الناشط السياسي السيد سامر الساعدي. مرحبا بك معنا سيد سامر. نعم، مرحبا بكم، مساء الخير عليكم على مشاهديكم الكرام. أهلا بكم. أولا، ما أهمية المؤتمر لا سيما أنه يرفع شعار امرأة قوية يعادل أمة قوية؟ نعم، حقيقة هذا المؤتمر الثالث اللي أقرته الهيئة العراقية لإدارة العصيان المدني. هذه الهيئة تتكون من نساء عراقيات وشباب عراقيين يدعو إلى التلمية من خلال تطبيق العصيان المدني الذي هو بات الحل الأمثل للشعب العراقي كرسالة جماعية وكقوة جماهيرية، وبنفس الوقت فيه تأييد قانوني حسب المادة 38. فلذلك المؤتمر الآن تم عمله تحت شعار نساء قويات تساوي أمة قوية، وهذا الشعار حقيقة لإبراز دور المرأة وما يعني دور المرأة في المجتمع العراقي، وخاصة بعد ثورة تشرين حين نشطت المرأة الشابة العراقية في ساحات التظاهر، إن كانوا أمهات وإن كانوا مسعفات وإن كانوا متظاهرات وإن كانوا فنانات بشتى معاني الإنسانية، ظهرت المرأة العراقية وجسدت أروع البطولات وتوسمت بالشجاعة للمرأة العربية في ساحات التظاهر لمجابهة كل أنواع الظلم. على ذكرك لهذا الموضوع سيد سامر، كيف ساهمت المرأة العراقية في دعم الحراك الشعبي، وإلى أي مدى ترك هذا الدور بصمته على الساحة العراقية؟ نعم، حقيقة كان دور المرأة العراقية جدا واضح ومساهمة فعالة، ولها دور كان جدا في التغيير والتحفيز. فلذلك حبينا نسلط الضوء من خلال المؤتمر الآن لهيئة العراقية لإدارة المدني لمساهمة المرأة ودور المرأة، وخاصة في التظاهرات، لأن المرأة كانت مساندة لأخيها الرجل، لا يقل أنها عن شأن الرجل في المظاهرات حقيقة. ومثل ما تسلط الإعلام العراقي والعربي والدولي على كم من الناشطات والمتظاهرات حقيقة تم ملاحقتهم وتم الاعتداء عليهم وتم اعتقالهم وتم خطفهم وتم قتلهم، فلذلك المرأة لها أصبح دور كبير جدا في قول الكلمة التي تخوف كل هذه السلطات وأحزاب السلطة. نعم. طيب، من ناحية أخرى، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة والأحزاب السياسية إنها تدعم دور المرأة العراقية، ما المبرر للعنف المستخدم ضد المرأة في الحراك والذي استهدف الكثير من الناشطات في الأشهر السابقة؟ أستاذي العراقي، أي دعم من حكومة تقوم للمرأة، أي دعم، يعني صراحة كل العراقيين يرون أن الدعم إلى المرأة الدعم هو احتكاري. فلذلك نحن نقول أن المرأة ثورة وليس عورة. الحكومة تنظر إلى المرأة عورة، ولذلك حتى في موضوع الكوتة كان فيها عدم إنصاف في موضوع النظام الانتخابي للكوتة. فلذلك الحكومة حالية والحكومات السابقة ما أعطت مجال للمرأة أن تمثل حق التمثيل لأخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا وكل النساء وزميلاتنا وكل النساء العاملات. حقيقة كان دور مخجل لتمثيل الدور المرأة العراقية في القوى السياسية، في القوى المجتمعية، في حتى قبة البرلمان. يعني دائما ما لا وزيرة أو لا يوجد وزيرة، والبرلمانيات حقيقة تكملة عدد، جعلوا المرأة هي فقط تكملة عدد، وهذا ما لا يعني ينطبق على ما هي المرأة. طيب في هذه النقطة تحديدا، المرأة لا شك أنها تحتاج إلى المزيد من الدعم والإسناد، ولا سيما في العراق وهي تقود الحراك الشعبي. ما أشكال الدعم المفترض للمرأة العراقية؟ نعم، هو أولا تمكين المرأة العراقية في دورها، أن تجد لها مكانا في الدور السياسي، في الدور المجتمعي، في كل الأدوار حقيقة، وخاصة في العراق دور المرأة منتهك ومسلوب الحقوق دائما.
فلذلك هذا أولا. ثانيا أن تكون المرأة لها كلمة، لها كلمة واقعية في الأثر السياسي والمجتمعي، وحال حال النساء العربيات اللي لهم دور فعال في كل الأمور السياسية والمجتمعية والاقتصادية وحتى الدينية. نعم. مثل ما احنا نشاهد النساء السودانيات والفلسطينيات كان لهم دور كلش كبير في إنشاء ثورة، في إنشاء كل أمور تخدم مصالح الشعب، وانطلقوا بثورة نسائية، وهذه ثورة نسائية وخاصة في السودان كانت لها دور فعال في إسقاط نظام كامل. أشكرك جزيلا الناشط السياسي سامر الساعدي، كنت معنا حول موضوع مؤتمر المرأة العراقية.